كل مواطن من حقه يمتلك أو يسجل بندقية أو بندقية صيد أو مسدس، هذا فقط للحيازة لحد 31/12. هذا الإجراء موجود، يدخل المواطن على بوابة أور ويسجل على استوارة تسجيل الأسلحة، وبالتالي هناك لجنة من مركز الشرطة اللي هي فتحت 197 مكتب في مراكز الشرطة العراقية في كافة المحافظات ما عدا إقليم كردستان العراق، وبالتالي تقريبا أكثر من 3000 مواطن تم تسجيل سلاحه وجاري العمل بهذا الموضوع. أما الفقرة الثانية فهي الإعلان من وزارة الداخلية عن شراء الأسلحة المتوسطة من تاريخ 1/5 إلى 31/12/24، وبالتالي هنالك إجراءات عديدة تقوم بها الأجهزة الأمنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، بالإضافة إلى الوزارات المعنية والجهات المعنية. نصيحتنا للمواطن من خلال إذاعتكم الكريمة أنه أي مواطن عنده سلاح خفيف اللي بادر بتسجيله، لأن أي قوة أمنية تدخل إلى المنازل أو إلى لأي مكان وتجد سلاح غير مرخص غير مسجل يصادر ويحال صاحبه وفق المواد القانونية المعمول بها. هل تم تحديث سعر الأسلحة المتوسطة؟ طبعا هنالك حصر لسعر السلاح، أقل سلاح 3 مليون وأغلب يعني أقل المبلغ 3 مليون، وأكثر شيء مبلغ 95 يعني في تراوح هذا السعر، لكن حسب اللجان المختصة لجان فحص وتثمين الأسلحة.